بنتس أعلن الحرب. دقيقة، أنا في حلم ولا علم؟ إيش هذا يا إخوان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من لعبة بانرلورد مود جيم أوف ثرونز. الحلقة هذه أنا أشوفها صراحة تحدد مسار السلسلة بالكامل أو المملكة هذه اللي أنشأناها في الحلقة الماضية بالكامل. قبل كل شيء شكرا على دعمكم وكومنتاتكم واقتراحاتكم في الكومنتات. تذكير سريع مرة، أنشأنا المملكة وتزوجنا وخذنا هذه العاصمة ساث، عندي قلعة هنا، وخذنا بنتس بلوزو وهذه المدينة وهذه المدينة، المدينتين هذه من الدورن والمدينتين هذه من بنتس. المهم في أربع مدن على اليسار وهذه المدينة الخامسة. بعد ما أنشأنا المملكة والزواج جبنا الأخ الفاضل هذا أو العائلة اللي اسمها عائلة مورو. عائلة مورو عندهم المدينة هذه والقلعة اللي هي هذه، حلوين مدينة وقلعة. خلصنا موضوع مملكتنا، الحين الانقلاب على الدثراكي. طبعا هم معلنين الحرب علينا، فالدثراكي كم مدينة عندهم؟ مثل ما تشوفون عندهم هذه المدينة وهذه المدينة وهذه المدينة الرئيسية، في كم من قلعة، هنا في قلعة، ما علينا من القلعة، وفي قلعة بعد هنا أنا متوجه لها ودي أخذها. بس ودي أسرد لكم شغلة يعني مهمة، أنا تزوجت بنت الرجال الطيب هذا عشان أحسن العلاقة معه، ما ودي أني أقرب على الدثراكي كلهم، يعني ودي أسحب قدر الإمكان. فعلاقتي معه 24 ماكسيموم، العلاقة توصلها 99 على أمل يعني بنته لا هي بمزيونة ولا شيء، والمهر كلفني يعني الرقم ذاك. على طاري الفلوس، الفلوس ترى هذه ضميتها بمليون يا شباب، كنت أحسبها 100,000 من الفهاوة دفعت مليون، خلوها مستورة إن شاء الله ما حد انتبه. أنا قريت الكومنتات صراحة ما شفت أحد منتبه. المهم فالحين الدثراكي بشكل عام باقي فيه عائلة المالك اللي ما أقدر أضمهم، وعائلة هذا الأخ الفاضل اللي رويتكم إياه اللي تزوجت بنته. طبعا كلان جدا قوي وعلاقتي معه 26. باقي كلانين ثانيين، هذا اللي راح أحاربهم لأنه ما في أمل أضمهم. واحد منهم العلاقة سالب 90 اللي هو عنده ما علينا إيش عنده، عنده مدينة واحدة. والكلان الأخير اللي هو برضه سالب 100. أنا قلت لكم سالب 99، شكل العلاقة أكثر شيء 100 وأقل شيء سالب 100. فأنسى أنك تضمه. وبعدين عائلة ضعيفة ما فيها إلا شخصين يقدرون يسوون بارتي أو جيش، فما راح يفيدوني كثير بالحروب. المهم الحين وضحت لكم الصورة بخصوص اللي جالس أواجهه. هذا شيء يعني جهة اليمين، هذه بس جهة اليمين اللي أرويكم إياها. جهة اليسار الشعب كله زعلان، الدورن زعلانين مني لاني ما اخذ مدينتين، وهذا زعلانين المملكة الجديدة. طبعا باختصار مملكة جديدة الكل يحاربها، فهذا شيء معروف في اللعبة، وعشرين مملكة على اليسار، فما ادري شو اقول لكم. انا بحاول قدر الامكان اني ادافع عن المدن هذه، لكن تركيزي الاهم اني اصفي الناحية هذه وما اكون بالوسط كذا ساندويتش بين الاثنين، فودي اركز على جهة اليمين. نقول بسم الله نتوجه الى القلعة الاولى هذه. هذا واحد من الاثنين اللي ما راح ينضمون. اول اعلان حرب اعزائي المشاهدين. ما عندهم مدن. ليس هذا بس بيحارشون، بيحاولون ياخذون قلاعي او مدني، مش مشكلة اتفاهم معهم بعدين. مثل ما قلت لكم بحاول اركز على جهة واحدة. استدعيت الجيش ومتوجهين للقلعة هذه. ايوه براثيان، براثيان أعلن الحرب ستورملاند. طيب بسيج كاسل، بس ما عندناش وقت، ما عندناش وقت. باقي ال 160 اللي دفعنا فيها المليون، هذا هو الكلان جاء تقريبا 745. هذا جيش المملكة كامل حاليا، في 50 بس ما استدعيتهم، 59 رجال بس. ليه أنا عندي 3 كومبانيين أو 3 بارتيز؟ هذا أكثر شيء، ما أقدر أفتح بارتي رابع الا يوم نوصل الكلان التير الجاي. وصراحه مطول، احنا 1300 يبينا 2300، يعني يبي لي 1000 ريناو. مع الحروب هذه ان شاء الله راح نجيبها. ما شاء الله نارفس، نارفس بعد نفس القصه. كهور نفس القصه. طيب ما علينا، ليدا سولت بحاول قدر الامكان اني ما اخسر ولا جندي، لانك يوم تسوي سنتروب المعنوية تختلف، معنوية الجنود. باركولي على القلعة الجديدة وبسم الله توكلنا على الله. you
اوف كسروا الدرج صراحة جديدة علي هذه خربيتهم الدرج الثاني يكسرونه شلون تقدر فيهم شيت الاسهم او ماي جاد الاسهم بيشقوني من اليسار ما اعرف مش شايفيني ودي انطل الاسهم بس تعال تعال صديتها قبل شوي عن طريق الصد اللي كنت أقول لكم بصدها طبعا أربعة وثمانين هذا وأنا قاتل نص الجيش يا رجل طيب سنتروب على العشرين اللي باقين مش فاهم قصة ليه يبقون عشرين أهم شيء المعنوية يا شباب والله تفرق كثير في المعارك طيب أول قلعة وخذناها الحين نجي نشوف الحشرات اللي أعلنوا الحرب ضدنا قبل شوي هذا قوته 2000 وحنا 3000 نارفوس 1800 كهور 1000 طبعا ستورملاند عندها 4 مدن البقية كلها صفر هذا واحد نارفوس واحد صح أيوة تعال 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 تعال, تعال. نارفوس هذه وجالسين يحرقون اها شوف دامه يحرق المدينة هذه الصغيرة يعني يبغى القلعة بعدين يداهم القلعة بعد ما يقتل الجنود من المجاعة فيخرب بيته يبغى يتوسع على حسابي فهذا اللي كنت اقول لكم عليه ودي اركز صراحة في جهة واحدة ونرسل رسالة لخوينا اللي تزوجنا من عنده الصهر في كومنت جاني قال لي ينصحني في البوليسيز هذا راح يفيدني كثير هذه الشغله في الانفلونس انه يزيد عندي والفلوس فراح اركز عليه في كذا واحد في بالي من ضمنه السكارد ماجستي برضه هذا يفيدني بالانفلونس باخذه نشوف خوينا كوهانج ممكن ينقبل هلا بالصهر ها وش رايك تنضم ستيل ان ارمي خربيتك انت من امس في ارمي شوف هذا قاهرني انهم جالسين يحرقونها بس ياخذون القلعة مش مشكلة لو نارفوس قربوا المدينة ما بقدر اتحمل والله الحين وجهتي وين تكون في حال بنكمل مع الدثراكي هجمتنا الجاية طبعا مش هذه راح تكون على الاخ الفاضل هذا كوهونغ عنده مدينتين الكلان حقه عنده مدينتين دراكون وفي اس ايف هذه دراكون وفي اس ايف اللي هي القلعة هذه والمدينة هذه فبشطح المدينة اول شيء اوه كوهونغ ارمي 650 نجلده وبعدين نضمه يا اخي ما ودي اطير الارمي حقه والله العظيم بس المشكله انها بيأذينا هنا المشكله انها بيأذينا هذا هذا النسيب يا اخوان الصهر ترافلنج ما شاء الله حتى اقدر اشوف الارمي حق خصمي ترافلنج تو بيس مدري ايش تو بيسيج ها القلعه اللي اخذتها تو يا الربع بجلده وبضمه بجلده وبضمه ما في الا كذا اصلا اتوقع موضوع الفلوس يعتمد على قوته كل ما كان عنده جيش وكذا يطلب منك مليون تعال بس تعال ماي فريند يقولي ماي فريند ماي هارت از جلاد تو سي يو قلبي سعيد برؤيتك يا صديقي والله غبني بالجملة اي ام سو سوري ماي فريند يلدور فايت والله تزوجنا بنتك كل ما كلمناه قلت لي ان ارمي خلنا نطير الارمي حقك وبعدها اكلمك ما في مرتفعات كذا ولا كذا خيالة بغيتهم يلحقوني قبل ياخذون مراكزهم يصيرون كذا شوف ما يضربونك لين ما ياخذون مركزهم فنستغل الشغلة هذه اوف عندهم عملاق شوف الدرع يوم ضربته 3 مرات عشان الخيل بيموت الخيل مش مدرعة كفاية لا لا مكاني غلط سلفوني خيلي يا شباب وش الشتر مات الاسهم ورا
ماخذ كفر منهم. هات الخيل هات الخيل هات الخيل. رمات الأسهم شفتوهم وين؟ أرويك فيهم. حتى يوم أني أصدم فيهم أخرب عليهم الرمي بس. شوف أسلحتهم بالله، حق الحراثة حق الزراعة. شوف شوف أبي أطير العملاق. تذكرون يوم أقول لكم تخيلوا أنكم تحت العملاق؟ توه جيش يوصل، كنت حاط مضاية الدفاع، طير أم العملاق. فطار العمالقة ودي أروح صراحة أجيب كم من عملاق. تطويرات رهيبة، معنوية حلوة، عندهم شغلات طيبة والله. غرايم قوية مرة. شو رأيكم درع بدلها يا شباب؟ شكله رهيب وقوته 99 صراحة، مسهل المعارك خصوصا يعني المعارك ضد الحلوين هذا المرتزق اللي يجيبونهم اللي معاه حراثة وشيول وهذا، الدمج يجيك جدا جدا ضعيف. لكن قدام يا ساتر، انا محارب كم واحد؟ 5 الحين. همي بس ستورملاند، ستورملاند قوتهم 7000، قبل شوي 11000. شكلهم فاتحين جهة ثانية يحاربون من فري فولك، يحاربون حلو مشغولين. وقعتهم على طول بيشيلون بنتس وهذا. وين اخوينا اللي قبل شوي؟ كيف ما اخذناه بريزنر؟ دوثراكي هزبين بريزنر عند خوينا. سند مسج، هو معي ما يحتاج سند مسج. توك تو بارتي ليدر. حبيب قلبي مصاب مسكين بعد المعركة. ايوه تعال اريد اكلم هذا، هو ضعيف كذا. ميك بيس، لا 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 ابي اخذه يا عيال. وشلون اخذه؟ دونيت تروبس يمكن، مش مشكلة بيحرره بعد شوي. خلينا نكمل وجهتنا. والله العظيم ما مشيت خطوتين الا واحد اعلن الحرب. جري جوي لهالدرجة دفاعاتي ضعيفة في المدن؟ لا اله الا الله. اوه ميك بيس من هذا ريفرلاند، ادفع لهم 5000 اليوم يا رجال. امش امش اعلى ما في خيلك اركبه. وين انت؟ 5700 قوتهم، خرب بيت الكلانات يا رجل. ايش رايكم اسحب واحد منهم؟ خلهم شوي قدام بس. يرستلمنت بسيج ألف بارتي، خذوا القلعة باخذ المدينة أنا مو مشكلة. في وحدة باقية برا البارتي استدعيها. الدفاعات هنا 500، يا سلام. 64 يوم عندهم أكل، خرب بيتهم. يسلم ستانس براثيان أعلن الحرب. 11000 يلا. من بعد تايوان نستر أعلن الحرب. الدنيا مشعل الله يا عيال. استلم بنتس اعلن الحرب. دقيقة انا في حلم ولا علم؟ ايش هذا يا اخوان؟ خلنا نقلع فيهم لين الصباح. مشكلة في جيش جديد 700 و 423. توكلنا على الله. تتوقعون بعد ما اخذ مدينته هذه ممكن انه ينضم لي؟ لان بتبقى لها قلعة واحدة. احنا شفنا ان عنده مدينة واحدة وقلعة واحدة بس. اصبر شوي، اصبر صبركم شوي. خربيتهم بسرعة، وصلوا اشغلتهم بس انهم يرمون اسهم. احلى شيء ان الرمح يوصل. وصل يا رجال، يوصل. شكلي بموت. كفو علقت. خلنا نطلع فوق. اركض، والله ما يركض. ايوه ادخلوا عليهم تكفون. نمسح ابوهم هنا نخفف. الوصلين هذلاك ما هب كفر منهم. في رمي يجيني بعد من الجهة الثانية. اوف لا 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 الحثالة هذا لا. لا ترمي لا ترمي لا ترمي. 1 اتش بي. اوف في حد طقه، في حد طقه. اذلف، الله يخرب بيتك اذلف.
1 اتش بي حرفيا. تشارج يا شيخ. اي منسحبين. يا سلام، تم الانتصار في المعركة. وهذول يتحبسون لهم هنا. شاردين وين؟ شاردين وين؟ خبروني. 49 كل. Has been taken prisoner سوران. طيب ليه ما يعطيني انا البريزنرز يا اخي؟ اريد اتفاهم معاهم. دراكونيس حاليا الدخل 450 لما يضبطون وضعهم. ترين مليشيا على طول، طور لي السور، كنسل اي شيء ثاني، وبعدها ضبط السيج، يعني الشغلات الدفاعية والجيوش، مليشيات واي شيء. طبعا شيلوا فلوس، بحاول ادافع عنكم قدر الامكان. طبعا الفلوس اللي احطها تساهم في تسريع من هذا كوفرو اكتوبارتي ريدر. في سجين ثاني ودي اكلمه. ها يمكن ما كان يدافع عن المدينة. طيب مو مشكلة، علاقتي مع سالب 100، باقي له فايس ايف بس. نجرب نرسل له رسالة. طيب المصابين عندي 77 مصاب، ننتظر شوي نخليهم يهيلون. البو تطور عندي. حلو، الدقة 50% راح تستمر معي بدون ما يتعب اللاعب. واحد لويالتي اللي هو الولاء في كل مدينة، والله مهمة. مع ان السياسات حطيت انا لويالتي والانفلونس، انفلونس طار عندي 400 وشي. خربيته مع 10 ممالك ما اعلن الحرب ضدي. شوف 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 شوف، كلهم جالسين يحرقون هنا، ولا واحد للحين قدر ياخذ مدينة واحدة. هذه قلعة بياخذها، وهذا نارفس خذ قلعتي، بتفاهم معه بعد الدثراكي مباشرة، وجالس يقلع في هذه، هو نفسه اكيد. اي والله شوف مكتوب نيسار هازبين بسج باي نارفس. هنا كم الدفاعات؟ الدفاعات هنا في فيس دثراكي اتوقع يمدينا يشيك من هنا 1000 ديفندر، والله كثير. خلنا نشوف رسائلنا. وصلت اول رسالة، انوث لسم وايلا من ارمي. اي ارمي انت فيه؟ بالله علمني وين الارمي حقك، اروح اشقهم شق. هذا اللي تو خذنا مدينته. طيب الثاني النسيب، الثاني I'm happy with my افا يقول علاقتنا ما توصل اصلا للكلام هذا اللي انا اقول له اياه. وخرب بيتك، متزوج بنتك يا ابنك. والله اني تزوجتها بس عشان العلاقة، اقسم بالله، بس شكلها ما يجي بالطيب. يا ريت في خيار الطلاق بس. زواج المصلحة من جد هذا. Last seen as vs Dothrak. طيب انا ارويك العلاقة، بروح بطير الراس الكبير، خلاص قفلت معي انا. نارفوس بعد ما اخذوا قلعتين يقولون لي بيس. ياخذون لسه ما اخذوها. كم يبون؟ 500 ادفع لهم. طيب ننقص من الاعداء. اوكي خلوا لي نيسار، يعني كانهم يقولون لي يقبل ولا بنشل القلعة هذه. مش مشكلة، راح اجيكم بعدين. ايوه كالبونو ارمي. يا هلا ومرحبا. وين رايح؟ بسيج. خلنا اقرب منه شوية بس كذا، وبعدين هوبا. لا ما يمدينا نصيده كذا. سرعته 3.8. والله لا طير المساجين لاجل عيونك. في 5 مساجين هنا ركروت. طيرت 26 سجين، على امل ان سرعتي تزيد. ونجرب بفك الارمي. تفرقوا وتركوني، بفكهم واستدعيهم بس عشان اكسب السرعة، وفي نفس الوقت هم بيكونون يلاحقوني، فهمت؟ بس ما بيقدرون ينضمون للمعركة. والحين سرعتي 4.1 واجيبهم. تعال يا ابن الذين. كوهيجو هذا ما صدناه قبل شوي، بس كفو 130 جابوني والله، دخلوا معي 318. يا سلام، بس تكفى يوم نجيب راسه لا تاخذه برزنر، خله عندي في منطقة مرتفعة هنا بحط فيها الخيال رماة الاسهم. يا سلام، لبس الجبل لبس ممتاز. خيالتهم 25. هالمعركة والله اني داخل بغضب، غضب كالبونو. يا عساني القاه، بس هذا معطيهم فولومي، فكل ما هجمت على احد جو من وراي وشقوهم. من قدامهم من وراهم، شوف الخيالة من فوق، اسهمهم توصل. افا طيحوني كالبونو. اي والله طاح. 17 مولو، 33 ريناو. اهم شيء اعطني كالبونو. تكفى لا تسجله بنفسك. هذا اول واحد كالبونو. يا سلام يا سلام.
I beg your mercy قال لي طلبني بالمرسي يا شباب يعرف المرسي البريزنرز اللي رميتهم ارجعهم منك يا وسخ كم مات منا يا ولد ايش اللي 260 اوكي انا فرقت الجيش لحست والله 20 واحد مصاب عندنا البارتيات الثانيه تخيلوا ما شاركوا في الحرب مين هذا الحلو إلين بارتي تعال تعال سرعته 5 يا رجل ما بنجيبه بس ثواني وين الحبيب كلبونو يا هلا بك جهاقو راح يزعل مننا سالفه 15 اللي نبي نضمه ما في كلمة توصف الشعور هذا استلم الحين طرينج طرينج اوه يرجعون لا 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 تهجمون على المدينة هذه ما اتفقنا فيها والله ليه ما تروحون تدافعون انتو بسرعة قبل لا ياخذونها ايرون ارمي من هذي لا 179 يشلون مدينة خرب بيت الضعف ما ودك تكنسل يعني ما ودك تنحاش فرصتك يا وسخ I would ask you for your name يسأل اسمي How are you يقول يا اخي المعنوية 80 الحين اقدر اسوي سنتروب وانا مرتاح 22 واحد مات يا اخي البريزنرز لازم اشوف لهم حل تعال يا جيمي لانستر ابي اعطيك شوية بريزنر وش رايك عندك مساحة بعدين يطورهم ويستفيد منهم لانه حطيتهم في المدن والقلاع لازم مود والمود هذا صراحة معرفة انا الحين مبتلش بالمودات المود هذا حق جيم اوف ثرونز الحاله بلشه كل ما نزل اصدار جديد اللعبه ابتلشنا بالملفات يا اخي مشكله الدفاعات والله ودي احط بس كم بحط وكم بخلي وانا لسه ودي اروح اهجم على 1000 جندي هناك ف خلنا بهجم بعدين برجع بحط الدفاعات ارسلت المنت اندر اتاك السات فيها 300 مدافع هذه 500 مدافع ليه ما اشيل من القلعه واحطها هنا بس اول شيء بهجم فلازم نستعجل هذا كم مدافع فيها 800 مدافع لا ما ودي فيها ان شاء الله اني اضم هذا اي والله 1000 مدافع 1100 انا فرقتهم بس عشان موضوع السرعه بس ما عندي وقت اجمع جنود ميليشيات كم الميليشيات حلو نصهم ميليشيات يعني ادخل عليهم كذا بالسيف امسحهم مسح بنتس بيسيج نارفوس ميد بيس لا هذه خلصنا منها شلوها دراغون ستون بياخذون بنتس ايوه هنا نتكلم هنا المواجهه الكبيره الحين اوف 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 مين مين هذا تالا يا تالا من وين جيتي يا تالا كو هونغ ومدري مين النسيب اللي علاقتي معه كويسه علاقتي صارت 9 طبعا هذه المدينه الحاسمه اذا اخذتها يعرفون انهم اجباري راح يخضعون طيب ما تنتظرون شويه يعني ناخذ المدينه هذه بعدين نتفاهم معاكم انا صراحه شكلي بطير رؤوسهم كلهم لا اضم ولا هذا لا مش يا ساتر خياله الدثراكي والله الحرب هذه غلط والله مفروض تنضمون لي يا كلاب عددنا وعددهم نفس الشيء بس مدري ليه احس قواتي اقل شيلد ولع كبير توكلنا على الله يا اخي وخر يا اخي وات وين خيلي او ماي جاد دسمونت انزل ماونت هورسز هالمره فوق جمل يا شباب راح نموت ما اشوف شيء ليل كفوف عطنا خيل تكفى يا اخي تعال يا خيل يا وسط كم شليت 41 شليت شوف المجموعة الثانية الحين نزلت والحين المجموعة الثانية نزلت سووا دائرة والله ما اشوف شيء يا رب ادري انه صعب ان يظهر هذه المعركة ولكن جبنا العيد باختصار احس المعركة كلها صارت 1v1 شوفوا وين رايحين تمشون
على بالي اني خسران والله. مات 101 مننا. دامهم وصل جيشي هناك اكيد انهم انسحبوا. تعال يا حبيب قلبي، تعال انت تعال. صار مدري وشلون اول مرة سلمت. يا رب انه بريزنر عندي. كوهيجو بس الوحيد اللي من اول عندي، يعني ما اعطاني اي بريزنر. هذا قبل لا ينحاش ودي افكه الصراحة. باقي له القلعة الرخيصة هذيك فيها 400 مدافع. بقولها فري تو جو. شوف هذا اللي اتكلم عليه. المعركة الحين بتنعاد. الحمد لله رجعني من هنا والله. ما اتذكر انه خزن اوتو سيف بس الحمد لله انه فيه. تقريبا بعد المعركة لنا 394 عندنا مصابين. اي والله عندنا مصابين، بس انتظر المصابين يتعالجون. وبحاول اكسر السور، ضروري اني اكسر السور. المشكلة لازم يخلصون الدفاعات اول شيء بعدين يكسر السور. ايوه باقي شوي. هذا بينكسر. حلو شقينا السور جهتين. 600,000 بدون ما تكسر السور عاد سلم لي. ما في مصابين، ما في مصابين. ما اقدر افرق الجيش الحين، بحاول نجيبهم كلهم جهة واحدة. هنا في جهة اليمين مشقوق وهنا مشقوق. تعالوا هنا. لأنه نفس ما تقول كفر من الجهة هذه. والتروبز وراهم على شكل ما ادري كيف سهم كذا. بنشقهم شق ان شاء الله. هذا اللي خلهم يقلعون هناك مو مشكلة. فولو مي، توكلنا على الله. افا اول خيل. يا الله لا تتمركزون، درعموا. اوه هنا شيلدات معاهم. شت شت كذا بنشق بالاسهم. اعطينها شيل الول المحترم يا الكلب. لا توقف لا توقف. ايوه الدثراكي هذا اللي ادورهم. يا اخي حرام عليك. حلو الجروب الاول خلصناه. ومات الاسهم وين؟ 2 و4. تعالوا هنا كفرونا. الا الاسهم. لفوا لهم لفه كذا حلوه. لازم اترك المسافة عشان السيف يضرب. سيف النايت كينج كان غلطة تاريخية. ما جيشي وليش؟ الله يخرب بيتكم تقدموا. اجلدوا عين عينهم يا شيخ. جو الشلدات من هنا. لا 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 اموت لا اموت لا اموت لا اموت. تكفى هذاك هجمه ولا ايش السالفه؟ يا ساتر يا المجزره. 23 كل. ها 23 كل. تعال تستاهل الترقية والله.
ستيوارد بيكون 114 وفي الصفحة الثانية بلس 57 يعني بيكون 170 يمكن 160 واحد مات مننا قتلت 112 باقي 20 واحد زابن سنتروب ويا لها من معركة بورتو تعال يا حبيبي تعال عند باباك بريزنر افا تجاوزت الليمت كذا بيطيرون عندي بسبب يمكن خيول ماتوا عندي ما اعرف ليه الليمت حق البريزنر ينقص يا شباب شوف اوفر ليمت طيب ايش اسوي المشكله هذا لا بيطيرون علي قبل لا يفردون بقول لهم يو ار فري تو جو بحررهم بحيث انه علاقتي تزيد معاهم وبرجع بحاول اني اضمهم لان المملكه تحتاج تقوى بانضمام النبلاء هذا لا بضحي بشويه سجناء خيول عندي بس ليه انزل مشيا على الاقدام انا مش فاهم وات خيري مات هذا خيري الجديد يا شباب شو احلى ميرسي احلى ميرسي لعيونكم هذا بيكون دخلها اسطوري 8000 البروسبرتي عدد السكان وعندي محل هنا اذا ما خاب ظني احلى سيف سيب الحين ليه ما تقول بس عشان لو جاء اي كراش ولا اي شيء تكون هذه نقطه بس شوفوا بالله شوفوا الشاشة من فوق يا شباب شوفوا عجز الممالك اللي جالسين يحاربوني خلنا نشوف ايش باقي لنا هذا الثلاث ما زالوا معي يحاولون يحرقون القرية هذه اللي تابع المدينة فأكيد بيوجهون هنا فبروح بدافع نيسار لسه معي القلعة هذه بولوزو لسه موجودة بنت اسطارت ميس بتطير هذا اللي بيطيرون فبحاول أروح أدافع وأمسك الخط هذا هذه ما أتوقع أن في أحد بيشطح كذا فجأة يهاجمها اعطوني رايكم انتم في الحلقه الجايه هل ودكم اذا ما قبل انه ينضم لي هل اهجم عليه النسيب بعد ما تزوجت من عنده ولا اني اعلن السلام معه فالموضوع عندكم اني افضل اني اعطيه السلام حتى لو ما طاع ينضم لي واروح ادافع ما اخسر جنودي في هذا المكان ما ادري والله احترت كثير صراحه بس اللي في راسي سويته هذه الحلقه واتمنى نالت اعجابكم حروبنا مثل ما تشوفون مع الدورن والحلوين اهم شيء يا شباب لا تنسون لايك لدعم هذه السلسلة الاستمرار هذه نظرة سريعة على اللي حاربونا 12 مملكة يعني نص الماب حرفيا 13 مملكة في سلام معاهم رأيكم بالتعليقات ونراكم إن شاء الله على كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.